يا مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. والحقيقة النهاردة جولتنا هي جولة هامة جدا، انطلاقة البداية في بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطايرة سيدات. يمكن النهاردة هيكون حفل الافتتاح، يعني خلال نصف ساعة من الآن هينطلق في تمام الساعة 3 عصرا، وبعد كده بقى ضربة البداية لسيدات طايرة الأهلي. طبعا فتيات الذهب هيكون أول مباراة ليهم في هذه البطولة وفي المجموعة الأولى. طبعا النادي الأهلي أمام نصرية شباب بجاية الجزائري، إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. وزي ما شفنا الماسترز طبعا او رجال طايرة الاهلي يمكن يعني منذ 48 ساعة او 72 ساعة تحديدا يوم الثلاث الماضي فرحونا طبعا باللقب ال16، ان شاء الله كمان سيدات طايرة الاهلي يقدروا ان هم يحسموا هذه البطولة لصالحهم. زي ما انا قلت لحضراتكم، حفل الافتتاح ان شاء الله هيكون في تمام الساعة 3 عصرا، هيقام طبعا في صالة الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة. وإن شاء الله أكيد هيكون حضره عدد كبير جدا من ممثلي الاتحاد الإفريقي للكرة الطايرة، وأكيد هيكون موجود المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطايرة وعدد برضو من ممثلي الاتحاد المصري، وأكيد هتكون موجودة رئيس الاتحاد الإفريقي طبعا مسز بشرى حجيج، واكيد هيكون موجود زي ما شفنا في افتتاح برضو البطوله الماضيه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واكيد على راسهم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وعدد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا يعني يمكن بقى بصفته استاذ محمد الضماطي رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وايضا المهندسه مي عاطف نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، اكيد هيكونوا موجودين وهم ايضا اعضاء مجلس اداره النادي الأهلي. إن شاء الله بنتمنى كل توفيق لفتيات الذهب في مهمتهم اللي يعني يمكن هتمتد لعدة أيام. النهاردة الانطلاقة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون يعني هو اللقب الخاص بفتيات الذهب زي كمان رجال الماسترز. خليني أرحب طبعا بضيوفي الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد صلاح نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، طبعا منورني ومشرفني النهاردة. أهلا بك يا مريم، وأهلا بكابتن إنجي، وإن شاء الله بداية موفقة لينا النهارده ان شاء الله. كابتن انجي الشامي طبعا نجمة نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابقة منورانا ومشرفانا في الاستوديو. اهلا بيك يا مريم، ان شاء الله تبقى انطلاقة حلوة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا كابتن محمد، يمكن احنا شفنا بطولة ناجحة جدا رجال طايرة الأهلي خلال الأسابيع الماضية القليلة الماضية، طبعا هم كانوا أبطال ثنائية وبالبطولة دي اكتملت الثلاثية الخاصة بيهم، أما بقى بالنسبة لفتيات الذهب فإن شاء الله باكتمال هذه البطولة على خير هتبقى رباعية. عايزين نتكلم يمكن النهاردة تحدي جديد لفتيات الذهب، خاصة أن فكرة أن هم محققين ثلاثية دي بتحملهم مسؤولية أكبر أكيد. طبعا وبنضيف عليها أن احنا ما اشتركناش البطولة اللي فاتت والبطولة اللي على أرضنا، وبطولة قوية جدا، أقوى من البطولة اللي فاتت بكتير جدا، على الرغم أن فرقة تونس ما اشتركتش كعادتها دايما في الماتشات اللي بتقام على صالة النادي الأهلي، أعتقد أن هم بيخافوا يجوا. على الرغم من كده بطولة قوية جدا، فرقة كينيا جاية مدعمة بشكل كويس، البنك التجاري جايب معاه أفضل لعبة في أفريقيا وما كانتش موجودة البطولة اللي فاتت. مجموعتنا صعبة مش سهلة، السجون الكيني من الفرق الكبيرة جدا، نصريه بجايه فرق جزائريه وفرق شمال افريقيا عموما بتبقى ماتشاتها يعني صعب. احنا المسافه بيننا وبين فرقه الجزائر بعيده، الافتتاح النهارده على الرغم من كده يبقى افتتاح برده في صعوبه، مشوارنا ان شاء الله مش سهله البطوله، فاحنا برده ان شاء الله باذن الله دي مسؤوليه كبيره جدا على الجهاز وعلى اللعيبه، بس احنا واثقين فيهم ان هم هيأدوا بشكل جيد وهيفرحونا ان شاء الله. يمكن يا كابتن محمد البطوله الخاصه بالسيدات ممكن نعتبرها ان هي اصعب من بطوله الرجال بالفرق المشاركه بيها بكتير جدا جدا، يعني اكتر من اربع فرق. وعايز اقول لك ان في فرق في مصر لو كانت اشتركت كانت زادت صعوبه، يعني سبورتنج فرقه كويسه جدا السنه دي جدا، وكان المفروض ان هم يشاركوا لاعتبارات معينه، ما اعرفش ظروفهم ايه، اصابات في اصابات كتير هناك فاعتذروا. يعني على الرغم ان احنا الاهلي والزمالك بس فرق كينيا قويه جدا جدا، انا برضو مصر ان الفرقه البطوله السنه دي اقوى من بطوله الرجال صعب. واقوى من البطوله بتاعت الموسم اللي فات بمراحل، فان شاء الله احنا قادرين عليها. وبالمناسبه يعني انا يعني في ملحوظه مهمه جدا، دايما افضليه النادي الاهلي في البطولات اللي على ارضه بعيد عن مستوى الفرق الجمهور،
جمهور النادي الاهلي حقيقة ملحمه كبيره جدا خلال النهائي الخاص بالرجال. الحقيقه يعني يمكن انا كنت موجوده في ارض الملعب ولما اتكلمت مع اللعيبه لا اتكلموا ان 80-90% من المكسب لا ينسب للجمهور اللي كان موجود لان هم كانوا في الجيم او ان جيم بسبب الهتافات الخاصه بالجماهير. لا الجماهير طبعا ليها دور كبير جدا. البنات موضوع تاني بقى بشكل تاني طبعا. خاصه مش لفرقه النادي الاهلي للفرق الثانيه. السنه من السنين كنت انا وكابتن انجي موجودين في نهائي بطوله افريقيا كان الاهلي وكارتاج. كارتاج كان كنا في استوديو برضو. كارتاج كانت فرقه جامده جدا وجايبه محترفين واتفقنا ان هم تحت الضغط الجماهيري بيفقوا. الماتش خد ساعه الا ربع انا فاكر. فاحنا في البطوله دي نداء يعني عايزين نتكلم من الاول كده جماهير النادي الاهلي اي ماتش للنادي الاهلي بنات في البطوله دي لازم الصاله تكون مليانه ان شاء الله. بنامل ان هم يكرروا نفس المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي امامنا على الشاشه. طبعا كان مشهد الحقيقه مشهد عظيم. جماهير النادي الاهلي مختلفه عن اي جماهير تانية ويمكن كمان كان صوت الهتافات في الصاله كان الحقيقه يعني حاجه كبيره جدا وحاجه كانت محمسه ومشجعه لكل اللعيبه اللي كانوا موجودين. ويعني يمكن كمان كل الفرق التانية كانت متفاجئه من هذا المشهد خاصه ان هم طبعا احنا معروف جماهير النادي الاهلي يعني حجمها وتشجيعها عامل ازاي ولكن برضو فكره ان هو يبقى على ارض الواقع دي بتبقى حاجه مختلفه خالص. نامل ان شاء الله ان يعني يمكن شفنا في البدايات الخاصه بالبطوله الافريقيه للرجال يمكن كانت الصالات مش مليانه او ما فيهاش جماهير وده يمكن اللي اتكلم عنه مرارا وتكرارا اللعيبه طبعا الخاصه بفريق النادي الاهلي ولكن الحقيقه لما نشدوه وطلبوا ان هم يكونوا موجودين في النهائي كانوا على قد العهد والوعد حقيقه وكانوا موجودين وفرق كتير جدا وجودهم. فالحقيقه بنتمنى وجود جماهير النادي الاهلي نشوفهم بقى من بدايه البطوله الخاصه بالسيدات والى النهايه مش بس يكونوا موجودين في النهائي. كابتن انجي خلينا اروح لك طبعا يمكن بطوله مش بس صعبه زي ما كابتن محمد قال ولكن الحقيقه كمان هي بطوله مختلفه كله هيبقى عنده دوافع فيها خاصه ان هي مؤهله لكاس العالم للانديه. شايفين 15 فريق اكيد يمكن بطوله الرجال كانت 21 ولكن 15 فريق اكيد هيكونوا داخلين منافسه صعبه جدا علشان زي ما انا بقول لك بطوله مختلفه عن البطولات الماضيه ويمكن عايزين يتاهلوا لها بقى بعد غياب سنوات كبيره جدا عن المشاركه في كاس العالم للانديه للكره الطايره. طبعا زي ما احنا قلنا والكابتن محمد صراحه قال السجوني الكيني دي من الفرق يعني المفروض ان هي كويسه جدا. فرق كينيا عامه الفولي بالنسبه لهم اللعبه الشعبيه الاولى هناك وخصوصا بنات فهم بيبقوا مركزين قوي في الفولي بنات. فطبعا هم جايين بثلاث فرق فطبعا ده يدل ان هو الفرق مش هينه ومش قليله يعني بالعكس الفرق صعبه. الجزائر برضو الجزائر من الفرق الثقيله اللي بتلعب بسنس ملعب فيه احترافيه شويه فده برضو بيتقل الجزائر. فاحنا لو احنا بنتكلم على مجموعتنا كمجموعتنا احنا بنتكلم على سجون الكيني والبيجاي الجزائري طبعا الفرقتين قويين وهنبقوا يعني فيهم لعب بطوله مش سهله يعني زي ما كابتن محمد قال بس احنا ان شاء الله احنا قدها. هنيجي نتكلم الاول اللي انا بتكلم فيه من الاول خالص اللي احنا بس تركيزنا يبقى عالي شويه من اول البطوله علشان نبدا نحط نقطنا صح ونبدا يعني نبدا نحط الخطوات بتاعتنا صح. ما نستعجلش على حاجه كل حاجه بتيجي بوقتها كل حاجه بتيجي واحده واحده. ده حاجات من الحاجات اللي هنبقى احنا مركزين فيها كنادي اهلي. انا مش بيهمني قوي الفرق الثانيه على قد ما انا ببص على فرقتي انا كفرقه اللي انا احط خطواتي اللي انا امشي عليها علشان ابدا احط بدايه الخطوه الاولى النهارده عشان ابدا للنهايه ان شاء الله البطوله. فخلينا مركزين الاول على البطوله على الجزء بتاعنا على مجموعاتنا. المجموعه الاولانيه الاول اللي احنا لازم نركز معاها النهارده ان شاء الله ما نستهونش بحاجه ما نبصش اللي احنا نقول البطوله ممكن تبقى سهله لا خالص بطوله صعبه. الفرق كلها جايه قويه الفرق كلها جايه مستعده. كل الفرق حتى فرقه اللي احنا كنا مثلا فرقه الزمالك اللي احنا كنا بنتكلم احنا كسبانينها البطولتين استعدت كويس داخله بطوله بحماس فكل ده صعوبات هتقابلنا
امتى دوري وسوبر طبعا طبعا فده كلها هتقابلنا صعوبات، فاحنا لازم نركز فيها من الاول ونحط خطوتنا الاولانيه. اول خطوه لينا النهارده ان شاء الله افتتاح كويس، بطوله كويسه في نادينا في جمهورنا في وسط ملعبنا، فدي كلها حاجات المفروض تدينا حماس قوي ان شاء الله للبطوله تبقى بتاعتنا ان شاء الله. كابتن محمد، يمكن كابتن انجي تطرقت لنقطه مهمه جدا كنت عايزه اتكلم فيها مع حضرتك، وهي فكرة تنظيم النادي الأهلي لهذه البطولة. شفنا الحقيقة منظر مشرف في الافتتاح الماضي، والنهاردة أكيد هيتكرر نفس هذا المنظر المشرف. فكرة تنظيم النادي الأهلي لبطولة كبيرة زي دي على أرضنا، أكيد شفت تفاصيل كتير جدا، وأكيد دي حاجة يعني بتعكس صورة الأهلي عند مش بس الاتحاد الأفريقي ولكن عند كل الأندية اللي بتشارك في هذه البطولة. الأهلي يعتبر أكبر نادي في مصر أو أكتر نادي في مصر نظم بطولات أفريقيا وبطولات العرب بشكل عام يعني. وعايز أقول لك إن في دايما لما الأهلي بينظم أي بطولة بتلاقي نسبة الإقبال والمشاركة عليها كبيرة جدا. يعني كنا ذكرنا قبل كده إن في بطولة كانت معمولة، بطولة عربية اللي اتعملت أيام الثورة، اتلغت في بلد ما كده راح فيها أربع فرق بس، لما اتنظمت نظمها النادي الأهلي جم 24 فرقة. وكان الفرق بين البطولة دي والبطولة دي حوالي 3 شهور. فالنادي الاهلي دايما تنظيمه بيبقى مبهر للفعاليات دي، وناس كتير بتحب تيجي تشارك فيها، وده اللي بيخلي دايما البطولات اللي بتتنظم في النادي الاهلي اقوى من اي بطوله تانية تتلعب بره. يعني سنه الزمالك السنه اللي فاتت البطوله كانت في تونس، البطوله كانت ضعيفه جدا، فرق كتير جدا ما راحتش، انما في مصر بيجوا. قدره الاهلي على التنظيم مختلف عن اي نادي تاني طبعا. وخبراته في تنظيم البطولات دي بتديله ان دايما كل بطوله بتبقى افضل من البطوله اللي قبلها، وبتبقى بشكل افضل من البطوله اللي قبلها طبعا. زاد طبعا ان موضوع ان قناه النادي الاهلي بتنقل كل فعاليات المباريات بتاعه البطولات دي مديه تقل للبطوله. الاول طبعا كنا بنيجي البطولات دي بتتلعب في مصر او بره مصر حتى بيتزاع المباراه النهائيه، دلوقتي لا، كل المباريات بتتذاع سواء على صفحه القناه او لايف مع الاستديوهات، فدي حاجه بتبقى كويسه جدا واحنا فخورين بيها كلنا بصراحه. اكيد طبعا يا كابتن محمد. وخلينا دلوقتي نروح لتقرير يمكن من امس من القرعه الخاصه ببطوله الانديه الافريقيه للكره الطايره سيدات، نروح نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بدايات البطولات دايما هي زي ما بيقولوا حمى البدايات، لازم نخلي بالنا، لازم الناس تخلي بالها، كل الناس بكره بتتفرج عليهم بنقول لهم شدوا حيلكم، لان البدايه نفسها بتدي الدفعه الاولانيه، واعتقد البدايه عندهم كل الدوافع يقدروا يحققوا البطوله دي على ارضهم وسط جماهيرهم. وبدايه باذن الله تكون بدايه ان شاء الله تكون بدايه موفقه، لان يعني مش عايز اقول احنا ايه يعني حمى البدايات دي بقت فيها هي مشكله ممكن تبقى معاكي عليكي، لكن اتمنى ان شاء الله يكون معانا باذن الله نسبه التوفيق من عند ربنا، واتمنى البنات ان شاء الله يحققوا جماهير وطموح جماهير النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله طبعا ان احنا قدرنا نستضيف البطولتين ورا بعض، الحمد لله بطوله الولاد يعني طبعا بعيدا عن ان احنا كمان قدرنا نفوز بيها، ودي طبعا سعاده لينا، ولكن نظمناها بشكل يعني مشرف للنادي الاهلي والمصر كلها، فاحنا ان شاء الله بنامل ان احنا هنمشي على نفس الخطه بتاع الرجال، وان احنا كمان ان شاء الله نفوز بيها. اكيد البطوله هتكون صعبه شويه، في فرق كتير مشاركه، يعني لما شفنا النهارده في القرعه في فرق كتير مشاركه ومنها كتير حصلوا على اللقب الافريقي، فهتكون بطوله قويه، وان شاء الله كمان يعني التنظيم كمان هيكون قوي ان شاء الله. طبعا معروف النادي الاهلي بيلعب دايما على المركز الاول، يمكن شفنا الرجال ادوا اداء قوي، يمكن ما خسرناش شوط طول البطوله، حتى الماتش الفاينل خلصناه بشكل كويس جدا، فأتمنى إن شاء الله السيدات هنكون يعني على قد من المسؤولية وأكتر كمان إن احنا نقدر إن شاء الله نفوز ونظهر بشكل كويس ونتأهل لبطولة لكأس العالم للأندية إن شاء الله. أنا عايزة أقول إن احنا يمكن أصعب مجموعة معانا، فريق قوي هو فريق السجون الكيني، يمكن دي أقوى مباراة هتكون موجودة في المجاميع كلها مش مجموعة النادي الأهلي فقط، فإن شاء الله يعني احنا بكرة الماتش الافتتاح هيكون مع الجزائر إن شاء الله، يعني هنبدا الفرقه تدخل اجواء البطوله، وبعد كده ان شاء الله ماتش السجون الكيني نكون جاهزين ليه باقوى يعني حاجه عندنا ان شاء الله. طبعا دي بطوله على بقوا، البطوله بتاعه الولاد دي بطوله البنات على طول ابتدت على طول، ده طبعا مجهود كبير للمنظمين في النادي الاهلي، وبنشكر النادي الاهلي على التنظيم الرائع دوت. بالنسبه للبطوله انا شايف طبعا السنه دي في كومبيتيشن هتبقى اعلى شويه، دخول الاهلي السنه اللي فاتت ما كانش موجود، الزمالك بطل البطولة السنة اللي فاتت حامل اللقب، كينيا حامل اللقب الثاني بعد نادي الزمالك، ففي ثلاث فرق قوية جدا في البطولة دي،
الغريب ان البطوله دي فيها 10 فرق جداد عن السنه اللي فاتت، يعني في 9 مجوش و10 جداد بدلهم، دول مش معروفين لحد، فطبعا هتبقى العمليه مبهمه شويه. بالنسبه للفرق القويه لازم تقعد، يعني لازم يبقى المدربين يجوا بقى يتفرجوا على كل الماتشات ويشوفوا الفرق دي شكلها عامل ازاي، لان الفرق دي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، يعني لو كان ما عنديش ريفرنس ليها يعني. فبس ان شاء الله هتبقى بطوله موفقه وان شاء الله تبقى لمصر. يعني مشاركه النادي الاهلي، الاهلي بطل الدوري، واعتقد ان هو طبعا الفرص عاليه جدا جدا جدا، الزمالك فرص عاليه جدا برضو، كينيا فرصها قويه جدا، يعني برضو انا بقول لحضرتك من الاول في ثلاث فرق محدش يعرف مين اللي هيكسب لغايه دلوقتي، بس طبعا ادفانتج بيبقى للنادي الاهلي عشان ملعبه وعشان جمهوره وكده، وربنا يوفق الافضل. يعني المجموعه طبعا مش كويس، يعني هو طبعا عشان هم 15 فرقه اللي جم فقسموهم على اربع مجاميع، فنادي الاهلي معاه فرقتين اتنين بس، يعني هم ثلاثه، فهو هيبقى عنده ماتش باي، هيلعب ماتشين بس، اعتقد المدرب هو اللي اختار الفرقه دي، دايما المدرب بيختار الفرقه الاضعف. يعني نشكر النادي الاهلي على الضيافه وعلى حسن المعامله. ثانيا بما يخص المقابله، مقابله اخبارك النادي الاهلي كل امكانياته بلعيبات ومحترفات، احنا الفرق الجزائريه لعيبات كله، يعني ما كاش لعيبات محترفات، وما يخفلكش احنا ركزنا على السن، ركزنا على السن، اصغر لعيبه 16 سنه 17 سنه 18 سنه، وذلك من اجل اخذ الخبره والتجربه. واحنا حبونا للنادي الاهلي ومصر هو اللي خلانا نشاركوا، كما قلت بدون مجامله وكل التواضع، لكانت في دوله اخرى ما نروحوش نشارك. طيب خلينا نستعرض على حضراتكم طبعا المجموعات الخاصه ببطوله افريقيا للانديه، ابطال الدوري سيدات للكره الطايره في نسختها ال 37. في المجموعه الاولى طبعا الاهلي والسجون الكيني ونصريه شباب بجاية الجزائري، المجموعه الثانيه الزمالك واسك ميموزا الايفواري ومشعل بلديه بجاية الجزائري ومصنع الكحول الوطني الاثيوبي، اما في المجموعه الثالثه الانابيب الكيني ومايوكاني ايفولوشن الكاميروني وكاستم سيرفيس النيجيري وساندوني من جزر ريونيون. اما بالنسبه للمجموعه الرابعه البنك التجاري الكيني والجمعيه الرياضيه لولايه بجاية وليتو الكاميروني وسوكوسيم السنغالي. طيب خلينا جيلك بقى يا كابتن إنجي، يمكن كنا بنتطرق لفكرة وجود فرق يعني مش معروفة أو مبهمة بالنسبة لعدد كبير جدا من المشاركين في البطولة، هل شايفة ده يعني إيه اللي هيضيفه بالنسبة للبطولة؟ هل فكرة إن في فرق مبهمة ده هيبقى نوع جديد من المنافسة، ولا هيبقى بالعكس هيصعبها على الفرق المشاركة، خاصة ان هم مش عارفين قوي عن الفرقه دي او طريقه اللعب او السكواد الخاص بيها؟ بص احنا لسه كنا حتى قبل ما يطلع هوا كنا بنتكلم احنا انا وكابتن محمد، الفرق المبهمه دي ساعات كلها بتبقى جايه معظمها بمحترفين بره، يعني بيبقوا مثلا من فرنسا، من يعني كلهم بيبقوا جايين كلهم من مكان واحد وبييجوا يفاجئونا كلاعب، مش بيبقوا منظمين قوي، بس بيبقى هم كفولي موجود فولي محترفين كلهم بره. فدي من الحاجات اللي احنا دايما بنبقى عاملين حسابها شويه، اللي احنا الفرقه اللي احنا ما نعرفهاش دي ممكن فجاه تفاجئنا بحاجه احنا مش متخيلها. فده المفروض من الحاجات اللي احنا نبقى كير قوي فيها، الفرق بتبقى ممكن تلاقي مستوى عالي جدا، ممكن تلاقي مستواها وحش جدا. احنا ما بنبقاش عارفين حاجه عنها، ما بنبقاش عارفين سيستم لعب الفرقه اللي مش معروف فيها سيستم لعب، برضو بتبقى فرقه من الفرق اللي ما بتبقاش حلوه في لعبها. ده كل ده يعني بنبقى احنا في كير فيه، والحاجات دي بنبقى احنا واخدين في الاعتبار، واكيد الجهاز الفني بيبقى واخد طبعا طول البطوله احنا بنتصور وبنشوف نبدا نشوف الدنيا ماشيه ازاي ونشوف الفرق دي عامله ازاي، كل ده لازم نبقى احنا عاملين له طبعا تحليل ليه، واكيد الجهاز الفني طبعا بتاعنا بيبقى مركز على الحاجات دي. يعني اكيد طبعا حابه افكر حضراتكم برضو ان رجال الماسترز يمكن بعد حصولهم طبعا على بطوله الانديه الافريقيه
الشخصية، يمكن ريحوا يوم واحد وبعديها على طول استعدوا لسيمي فاينل وفاينل طبعا كأس مصر، واللي هيكونوا يعني هيلعبوا بكرة إن شاء الله السبت، والفاينل هيكون يوم الأحد. فبنتمنى لهم كل التوفيق علشان بقى تبقى رباعية أهلوية للماسترز إن شاء الله، ونفرح بقى سواء برباعية للماسترز أو كمان لفتيات الذهب. كابتن محمد، يمكن كنا بنتكلم عن مجموعتنا إن هي مش مجموعة سهلة أبدا، يمكن شفنا النادي الأهلي الحقيقة محقق نتائج، أو فتيات الذهب تحديدا محققين نتائج كويسة جدا، وأكبر دليل على كده إن هم محققين ثلاثية طبعا في هذا الموسم. محتاجين ايه يا كابتن محمد في البطوله دي علشان نوصل للنهايه، خاصه ان احنا معانا فرق مش سهله ابدا؟ الحقيقه الفولي عندهم يعني مستوى عالي، وكمان المستوى البدني كمان مختلف عن الحقيقه فتيات الذهب، وده اللي احنا شفناه يمكن خلال البطولات الماضيه. هبدا من اخر كلمه انت قلتيها، ان دايما الفرق الافريقيه بدنيا اعلى من الفرق طبعا العربيه. بنتميز بس فرق شمال افريقيا ان الموضوع فيه ذكاء اكتر، وان فيه تكتيك اكتر من الفرق الافريقيه. في ملحوظه مهمه جدا، احنا معانا السجون الكيني. السجون الكيني واخد البطوله دي 5 مرات، في 5 القاب، يعني هو ترتيبه الثالث بعد الاهلي والانابيل. صعوبه البطوله في حاجه، ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ناخد اول، هنقابل ثاني مجموعه الانابيل. ربنا كرمنا هنقابل الانابيب اللي هو بعدينا في الترتيب. فاحنا عندنا احنا كده مواجهتنا يعني مع الثاني والثالث اللي بعدين على طول في الترتيب في الاكثر حصولا على الالقاب. بالظبط، هناخد الثالث الاول، هناخد الثاني في المجموعه. اذا ربنا هناخد الثالث في المجموعه، مجموعتنا مع 5 القاب، ربنا كرمنا وصلنا قبل النهائي، نقابل الثاني اللي معاه 6 القاب. فالمشوار مش سهل، المشوار صعب جدا. اكتر من كده كمان، ان البنك التجاري الناحيه الثانيه في افضل لعبه في افريقيا دلوقتي اللي هي شارون دي. حاجه خرافيه يعني، ما كانتش موجوده قبل كده البطوله اللي فاتت، وهي بسببها خدوا البطوله اللي هي بتاعت النسخه مش اللي فاتت، دي اللي قبلها. ما لعبتش النسخه اللي فاتت فما خدوهاش، رجعت تلعب معاهم. فالمشوار صعب جدا زي ما قالت بقى كابتن انجي، محتاجه شغل كتير جدا. اكيد طبعا كابتن ابراهيم والجهاز عنده طبعا، وهو طبعا يعني مبدع في موضوع التحليل الفني وكده، ومعاه كابتن محمود الوزير من الناس المتميزه في الموضوع ده، هيذاكروا فرق كويس قوي. وهنرجع تاني نقول مش سهله قوي، مش سهله جدا البطوله، مشوار صعب جدا، كله الغام وكلها فرق قويه. حته ان احنا نخش على دور الثمانيه على طول مع فرق جامده مفيش مجال. طبعا طبعا موجود الزمالك من الناحيه الثانيه، هيقابل البنك التجاري، الفرقتين اقوياء. ففي كل الاحوال سواء في المجموعه، يمكن اذا ربنا اراد وخدنا اول هيبقى اسهل ماتش في البطوله دي كلها ماتش دور الثمانية. انما بعد كده قبل النهائي والنهائي دنيا صعبة جدا 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 جدا، محتاجة شغل كتير قوي وتركيز، وقبل كده توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع الفرقة، ويحط قدام عينيهم ان دي هتبقى أول مرة نلعب كأس عالم أندية إذا ربنا أراد وخدنا البطولة. يبقى ده الهدف الرئيسي لينا كلنا إن شاء الله. طبعا. طيب خلينا نروح دلوقتي لصالة الأمير عبد الله الفيصل من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وبتنضم لنا زميلتنا روزان نصر عشان تطلعنا بقى على آخر التطورات وكمان التحضيرات لحفل انطلاقة هذه البطولة طبعا في نسختها 37. تفضلي يا روزان. برحب بيك يا مريم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من النادي الاهلي بالجزيره. زي ما قلت يا مريم، بالتحديد من داخل مقر طبعا النادي الاهلي في صاله الامير عبد الله الفيصل، متواجده معاكم اكيد لتغطيه حفل افتتاح البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات في نسختها 37 طبعا، اللي بيستضيفها النادي الاهلي من 26 ابريل الى 4 مايو. طبعا شاهدنا اكيد استضافة قوية جدا من قبل النادي الأهلي لهذه البطولة، بالتحديد كمان في فريق الرجال حامل لقب هذه النسخة، وإن شاء الله بإذن الله كمان فريق السيدات يقدروا يحققوا لقب هذه البطولة. طبعا يعني افتتاح هذه البطولة يعني يمكن خلاص كمان دقائق، كمان بالضبط 5 دقائق تقريبا الحفل طبعا هيبدأ ب يعني استعراض الفرق المشاركة في هذه البطولة، ثم طبعا كلمة من الأستاذة مي عاطف، عضو يعني طبعا عضو مجلس الإدارة وأيضا نائب رئيس اللجنة
اللجنه العليا المنظمه للبطوله، ومن بعدها طبعا كلمه من البشمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، وبعدها بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي، وكلمه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وطبعا كلمه الافتتاح هتكون من طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. اكيد حفل كبير، حفل ضخم طبعا، بيشهد استعدادات قويه جدا من النادي الاهلي. بيالي بقى طبعا حفل افتتاح اليوم اول مباراه للنادي الاهلي في المجموعه الاولى، واللي هتكون امام شباب بيجايا الجزائري، واللي اسفرت عليه اكيد القرعه امس في المجموعه الاولى. كل التوفيق طبعا لنادي الاهلي. المباراه هتكون الساعه 4 عصرا، كل التوفيق اكيد، وطبعا تبقى بدايه لانطلاقه قويه جدا ان شاء الله باذن الله للقب هذه البطوله. يمكن يعني خلاص الحفل هيبدا حالا يا مريم، وطبعا دي كانت الاستعدادات الاخيره لقبل حفل افتتاح البطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات. بشكرك يا مريم وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا ليكي جدا روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، والاستعدادات الاخيره ما قبل يعني دقائق من انطلاق حفل الافتتاح الخاص ببطوله الانديه الافريقيه للكره الطايره سيدات في نسختها ال 37. وزي ما شفنا يمكن خلف روزان كانت استعدادات بقى يمكن طابور العرض الخاص بالفرق، وده نفس اللي حصل يمكن خلال البطوله الماضيه الخاصه بالرجال. كابتن انجي خليني اروح لك، يمكن برضو مهم جدا بما ان احنا مستضيفين هذه البطولة، يعني نتكلم عن بقية المجموعات. شايفة بقية المجموعات ازاي والفرق المشاركة فيها، خاصة المجموعة التانية اللي فيها نادي الزمالك؟ شايفة ازاي مجموعة نادي الزمالك واسك ميموزا ومشعل بلدية بتجاية الجزائري ومصنع الكحول الوطني الاثيوبي؟ يعني أولا متهيألي إن الزمالك عنده بس نفس القصة، بجاية الجزائري برضو من الفرق القوية. الاثيوبيا عامه بتبقى اللعب فيها مش يعني البولي فيها مش جامد قوي، فاعتقد هو ماتشات بس هتنحصر يعني في موضوع بجال بجزائري. برضو السكه الزمالك اعتقد ان الدنيا عنده مش صعبه قوي، مش زينا يعني، احنا مجموعتنا مش ماشيانا اللي احنا خطواتنا كلها صعبه. هو هيطلع غالبا هيطلع اول مجموعه دي، هيقابل كينيا في المجموعه الثانيه. هيقابل كينيا يا كابتن محمد صح؟ هيقابل المجموعه البنك التجاري، هيقابل الثاني بتاعها غالبا هتبقى جمعيه ولايه بجايه تقريبا كده، يعني هيلعب بجايه يعني الاثنين جزائر ده غالبا يعني، ده هو فرق من الكاميرون لما نشوف يعني، برضه فرق السنغال والكاميرون مش سهله يعني، فهيقابل ثاني مجموعه البنك التجاري. بس انا اعتقد هو يعني هو الكاميرون مش نفس مستوياتها يعني زي زمان، بس هو هيبقى مجموعتهم الاول، هو الاولانيه يعني هيكسب ان شاء الله الجزائر، وبعد كده بقى المجموعات الثانيه بقت مجموعه سهله يعني، مش عندوش ازمه قوي معانا مع زينا يعني. تتفق مع كابتن انجي يا كابتن محمد فكره المجموعه، ولا شايف ان ممكن يكون الزمالك هيقابل مين؟ لا هو فكره الصعوبه كمان، احنا بنتكلم عن فكره الصعوبه الخاصه بالمجموعات. هرجع لنقطه انت سالتيها وانشي ردت عليها، اللي هم الفرقتين دول اعتقد اول مره يشاركوا، بتوع السنغال وبتوع الكاميرون، احنا مش عارفين هم مين، بس في اعتقد يعني هيبقى الجمعيه الرياضيه بتاعت ولايه بجايه هتبقى هي اللي هي الافضليه، تاخد المركز الثاني بعد البنك التجاري. البنك التجاري حاجز مكانه ان هو اول المجموعه دي، فبالتالي الزمالك هيقابل تاني المجموعة، بس هيقابله بقى في قبل النهائي. مجموعته نفسها هي سهلة. مجموعته سهلة جدا. البنك التجاري حاجة أسهل مننا يعني. أسهل مجموعة هو البنك، أسهل أصعب مجموعة مجموعة النادي الأهلي. فيها اثنين، أول واحد واخد 10 ألقاب والتاني واخد 5، مفيش مجموعة فيها الكلام ده. يعني أصعب مجموعة مجموعة النادي الأهلي. الزمالك سكته، تاني مجموعة البنك التجاري هتبقى فرقة إن شاء الله مش صعبة، وبعدين يقابل البنك التجاري. طيب كابتن انجي، يمكن شفنا خلال المباريات الماضيه وتحديدا مباريات رجال طايره الاهلي فكره الروتيشن، وفكره خاصه ان احنا بيبقى عندنا في البطوله بطوله افريقيا احنا ما عندناش وقت ابدا للراحه، يعني مباراه ورا مباراه، ودي الحقيقه بيبقى بنشوف اجهاد طبعا على بعض اللعيبه، وده اللي بصراحه شفنا مستر فرناندو مونزو يمكن الروتيشن اللي عمله ده اللي خلى شويه يبقى في اريحيه في ارض الملعب بالنسبه للعيبه. شايفه ازاي يبقى التعامل مع الاجهاد البدني اللي هيحصل في البطوله دي من قبل بقى الجهاز الفني الخاص بفتيات الذهب او سيدات طايره الاهلي، طبعا يعني بقياده كابتن ابراهيم؟
خلينا نقول اللي احنا ال 12 بنت عندنا متحملين مسؤوليه كامله اللي هم يقودوا بطوله، فاي حد هينزل فيهم هيعمل الواجب اللي عليه وزياده، دي ما يعني فيش شك فيها 1%. اختيارات كابتن ابراهيم في الوقت المناسب اكيد هيريح ناس كتير في اوقات معينه، علشان البطوله طويله واحنا مجموعتنا زي ما اتكلمنا اللي هي صعبه، فهو هيبدا يريح ناس وهيبدا يحط اكيد بوزيشنات مختلفه، بس في اكيد افضليات لاوقات معينه او يعني ماتشات معينه هو هيبقى مركز عليها. بس انا يعني على اعتقاداتي يعني اللي هو كابتن ابراهيم مش هيثبت سته في الملعب، او مش هيثبت، هيعمل روتيشن ما بينهم كلهم الفتره الاولانيه لغايه ما نبدا نشوف المجموعات او الماتش ماشي ازاي، وهيبدا بقى يثبت السته بتوعنا. فاعتقد فيها روتيشن كتير يعني. طيب كابتن محمد انت شايف كده برضو؟ لان يمكن كابتن ابراهيم في البطولات الماضيه احنا شفنا يمكن كان في يعني اتكلمنا عن التشكيل كذا مره وفكره تثبيت التشكيل من الروتيشن، فاكيد هيبقى في اختلاف في البطوله دي، خاصه ان هي المباريات متلاحمه. انا هبص لها من ناحيتين، الاهلي في بطوله الرجال كان هو في حته وباقي الفرق كلها في حته ثانيه، فبالتالي ده الافضليه ان هو يغير كتير، وهو كابتن مستر فرناندو هو من فكرته دايما ان هو يدي فرص ويدي يعمل روتيشن وكده. احنا البطوله دي كلها 5 ماتشات، ماتشين في الدور الاول وماتش في دور الثمانيه وماتش قبل النهائي وماتش النهائي. كابتن ابراهيم مش من النوع اللي هو بيغير كتير بالظبط، ده اللي احنا شفناه ان هم هيبقوا 5 ماتشات، فهو مش هيبقى عنده رفاهيه ان هو ايه، كنت بتكلم مع انجي في القصه دي واحنا جايين مش هيبقى عنده رفاهيه ان هو يجرب يدي لعيبه كتير، اللي هي الفكره اساسا عنده ان هو بيركز على اللي هيلعبه، خاصه كمان ان الماتشات جامده جدا وكل مباراه يعني النهارده الافتتاح دايما حتى لو بتلعبي فرقه مش جامده بيبقى الماتش مش حلو وفي ريسك. الماتش اللي جاي جامد جدا، اول وتاني مجموعه، يا اما تقابلي الانابيب في دور الثمانيه يا اما تقابلي فرقه تانية، مش هيبقى عنده الرفاهيه دي. بعد كده الماتشات صعبه. في حاجه تانية كمان متحكمه في التكتيك، مش هنقوله طبعا، حكمها في التكتيك بتاع كابتن ابراهيم ان هو في بعض اللعيبه مش هيقدر يغيرها، بس خلينا نقول مراكزهم ايه يعني، عشان ايه، عشان بس هو ده الخوف ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فكره برضو ان هم يكملوا كل المباريات ده اكيد هيبقى فيها ريسك كبير، فكره ان تشكيل معين متثبت لكذا مباراه دي اكيد هتبقى متعبه بالنسبه لبعض اللاعبات. هنروح في حته ثانيه، ان كابتن ابراهيم شاطر جدا في الحته البدنيه، فدايما هتلاقي لعيبه النادي الاهلي عاليين بدنيا، فانا مش خايف من الحته دي. أنا بس طيب. إن شاء الله خير. ورجعنا لكم مرة تانية عقب انتهاء حفل افتتاح الخاص ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطايرة سيدات في نسختها 37، وزي ما احنا طبعا شفنا كلمات مختلفة سواء للمهندسة مي عاطف نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطايرة، المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطايرة، وأيضا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأخيرا بقى طبعا كان مع كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واللي أعلن افتتاح النسخة 37 للبطولة. وإن شاء الله زي ما قال كابتن محمود الخطيب يعني يمكن نبدأها على خيرة الله. طيب يمكن كابتن أشرف، يا كابتن محمد اتكلم عن تطور الكرة الطايرة في مصر ويمكن كمان التطوير الملحوظ في الفرق الخاصة سواء بالسيدات أو الرجال. الحقيقة يمكن بطولات كتير ما كناش بنحصل عليها خلال سنوات وسنوات، يمكن عدت 20 سنة وبدأنا مرة تانية ان احنا نحصد بطولات مهمة جدا، ودلوقتي زي ما احنا شايفين بطولتين الحقيقة مهمتين جدا سواء الكرة الطايرة رجال او البطولة الافريقية واللي هيأهله ان شاء الله لكأس العالم للأندية، والحقيقة لم يحالف الحظ لعدد كبير او يعني يمكن اجيال مختلفة في المشاركة في كأس العالم للأندية. عايزين نتكلم في الجزئية دي تحديدا وهي فكرة تطوير الكرة الطايرة المصرية والافريقية. ظهرت عن طريق الرجال وخاصة رجال النادي الأهلي. في جيل كده جه في رجال النادي الأهلي، أحمد صلاح وعبد الله والجيل ده، جيل أساطير الكرة الطايرة الحقيقة، كسح أفريقيا لفترة طويلة على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات، وده اللي خلى الكرة الطايرة في الفترة ديت في مصر تلمع تاني. هي طول عمرها لعبة لامعة يعني نتائجها في مصر ما حدش واخد باله منها،
قطاعات الناشئين في البنات والولاد مكتسحين افريقيا سنين طويله وبيشاركوا في بطولات العالم كتير. بس دايما هنرجع ونقول ان دايما في حاجه كده هي اللي بتبين الكلام ده. الجيل بتاع النادي الاهلي بتاع احمد صلاح وعبد الله هو اللي اعاد تاني تلميع الموضوع. طبعا ظهر بعد كده الفتره الاخيره فرقه الطايره بنات في النادي الاهلي، جت فتره كده بعد اعتزال توتو الدنيا وقفت شويه، بس بعد كده الدنيا يعني فتحت تاني وخدنا بطولات افريقيا كتير ونظمنا عدد البطولات اللي اتنظمت في مصر العشر سنين اللي فاتوا على ارض النادي الاهلي مش في حته تانية، على سواء بطولات عربيه او بطولات افريقيه كان ليها دور كبير جدا ان هي برضو توضح ان اللعبه اتطورت. اتكلمنا قبل كده في حاجه ان حتى قاعده الممارسه بتاعت اللعبه على مستوى البنات كترت جدا وعليت جدا والعدد زاد جدا. والاهتمام يا كابتن محمد من الجماهير بالزبط. يمكن بيزيد يوم بعد يوم وسنه بعد سنه، بقى في جيل جديد طالع مهتم جدا بالالعاب الاخرى، وتحديدا شفنا الفولي بول في الفتره الاخيره فيه اهتمام كبير جدا من عدد كبير من الاجيال باللعبه، واهتمام حتى الميديا بالعاب الصالات طبعا زي ما احنا قاعدين دلوقتي كده. ده ادى فرصه كبيره ان الناس تبدا تتابع ويبقى في اهتمامات مختلفه، وادتهم فرصه ان هم يعرفوا اللعبه عباره عن ايه. اتكلمت عن النقطه دي بشرى حجيج، اتكلمت عن التغطيه الاعلاميه اللي حصلت خلال البطوله الماضيه وان ده الحقيقه كان سبب كبير جدا في نجاح البطوله. وبمناسبه بقى حديثنا عن الميديا، حابين ننوه لحضراتكم ان المباراه اللي هتكون خلال نصف ساعه، طبعا المباراه الاولى وضربه البدايه لفتيات الذهب او سيدات طايره الاهلي، هتكون مذاعه على مختلف الصفحات الخاصه بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا، تقدروا طبعا تتابعوها سواء قناه الاهلي او الاهلي الاهلي تي في على السوشيال ميديا، دي الاوفيشال بيج، وايضا الاهلي فولي بول هتكون مذاعه ايضا وهي الاوفيشال بيج للنادي الاهلي او لفريق الطايره طبعا بالنادي الاهلي. طيب كابتن انجي، يمكن احنا كنا بنتكلم عن يعني خلاص احنا قدامنا نصف ساعه تحديدا وتنطلق المباراه، شايفه البدايه النهارده لازم تبقى ازاي وازاي الجهاز الفني يكون محضر لها؟ اول حاجه لازم نبقى احنا مركزين جدا على البدايه النهارده دي اللي احنا تبقى بدايه قويه جدا، لان البدايه بدايتنا احنا لو احنا داخلين بقوه جامده بتهز اي فرقه قدامنا. طبعا الارضنا والناس اللي معانا، طبعا انا كنت اتمنى ان الجمهور النهارده يبقى موجود، كان هيديهم دفعه حلوه جدا في اللي احنا كبدايه بطوله قويه. برضو انا بقول اللي انا ده هيجي بالتوالي مع المباريات الاخرى ان شاء الله زي ما شفنا في بطوله الرجال اكيد، بس هو ده عامل مهم جدا 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 ليهم. هي هنبدا النهارده ان شاء الله بدايه قويه، كابتن ابراهيم اكيد حاطط خطته اللي احنا النهارده البدايه تبقى من البدايات اللي احنا ان شاء الله نبقى فرحانين بيها. سيستم لعبنا يعني ما اعتقدش هيختلف كتير عن الفتره اللي فاتت، هيبقى منظم وكابتن ابراهيم بيبقى حاطط خطط منظمه هنشوفها ان شاء الله في الملعب النهارده. برضو التركيز الاولاني اللي احنا لازم نبقى احنا مركزين جدا على كل حاجه، بالذات سيرفاتنا واستقبالنا. النقط دي نقط مهمه جدا، فرقه الجزائر عامه ارسالها غلس او من الارسالات الغلسه جدا جدا، فلازم تبقى احنا استقبالنا كويس قوي عشان نقدر نعدي الماتش بسلام. بس هو احنا محتاجين بس نركز كويس قوي في الحاجات، اكيد هم دارسين الموضوع كويس، يركزوا في اللي هو الخطوات الاولانيه اللي احنا نبدا نشتغل عليها علشان ان شاء الله الماتش يعدي بسلام. طيب استاذنك يا كابتن انجي، نستعرض معاكي الجهاز الفني لسيدات طايره الاهلي. الجهاز الفني كابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني، كابتن محمود الوزير مدرب عام، اللواء ايهاب حسن مدير الفريق، محمد حسن محلل التقني، نادر نشأت محطه احمال، دكتوره هدير طبيبة الفريق، دكتورة ياسمين محمد أخصائي علاج طبيعي، أسماء محمد مدلك الفريق، ندى راشد أخصائي نفسي، محمد شريف أخصائي تغذية. كابتن محمد، نستعرض مع حضرتك القائمة الخاصة بالفريق سيدات طايرة الأهلي. عندنا طبعا أي حمدي الشامي رقم واحد، دي ضارب من المركز اثنين، وعندنا ندى وليد رقم اثنين ليبرو، تيتيانا بوكان اللي هي ضارب محترفه ضارب مركز اربعه، دعاء الغباشي ضارب مركز اربعه، ندى حمدي رقم خمسه ضارب مركز اثنين، ميار خليفه رقم سته ضارب مركز ثلاثه، وسلمى يوسف رقم سبعه ضارب مركز ثلاثه، مريم ثروت رقم ثمانيه صانعه العاب، وزين العالمي رقم عشره ضارب من مركز اربعه، ساره امين رقم 11 ضارب من مركز اربعه ومركز اثنين،
مي غزال رقم 14 ضارب من مركز 3، آية خالد رقم 17 ضارب من مركز 3، علياء هاني رقم 18 ضارب من مركز 2، دعاء محمد رقم 20 صناعة ألعاب، ونهال جمال رقم 22 ليبرو. طيب لو هنتكلم عن قائمة، أو كابتن محمد صلاح هيحط القائمة المبدئية النهاردة اللي يبدأ بيها المباراة، ممكن نتكلم عن مين في المراكز المختلفة يا كابتن محمد؟ عايز بس في كلام قالته انجي، عايز بس اعقب عليه واخش على الحته دي. عجبني جدا في فرقه الرجال في بطوله افريقيا ان هم خدوا البطوله من اول يوم، من اول يوم لاخر يوم بمنتهى القوه، بغض النظر ان الفرقه اللي كانت معاهم بعيد عنهم في المستوى. ان شاء الله البنات هيعملوا كده، هياخدوا من دي 1 الماتش النهارده من البدايه ان شاء الله، نأمل بقوه طبعا. علشان هنيجي بقى للنقطه الاهم، اختيار التشكيل. بنسبة كبيرة كابتن إبراهيم هيبدأ بتيتيانا بوكان ومعها دعاء الغباشي. السناتر هنقول آية خالد ومعها يا ميار يا مي غزال، هيبدأ بدعاء معدة. مركز 2 بقى هو اللي فيه الكلام، هيبدأ بلعيب 2 صريح، آية حمد الشامي أو ندى حمدي، أو هيبدأ برضو بنفس الفكرة أن يحط لعيب 4 في مركز 2 يستقبل. دي هتبقى متاحه ليه بقى هو طبقا لرؤيته للمباراه ورؤيته على مدار البطوله هو هيعمل ايه. لان ساعات كتير في مدربين ما بيكشفش ورقه هو هيعمل ايه. كابتن ابراهيم هيعمل ايه؟ هيثبت من دي 1 ولا هيبدا من اول يوم ولا هيبدا هو كابتن ابراهيم فاجئنا المره اللي فاتت وغير التشكيل ونزل في بالظبط. بالظبط هي بقى القصه فجئ. كلها في مركز 2 طبقا لرؤيه كابتن ابراهيم، سواء بدا بلعيب 2 صريح مفيش مشكلة، بدأ بلعيب 4 بيقوم بمهام لعيب 2، أو لعيب 2 يقوم بمهام لعيب 4 مفيش مشكلة. في الحالتين الفرقة قادرة تأدي بشكل كويس جدا. وكابتن إبراهيم عموما بيلعب بسيستم، يعني النهاردة مباراة هو مش عارف الفرقة التانية شكلها إيه، فدايما فرقة النادي الأهلي هي بتفرض طريقتها على الفرقة التانية. فده التشكيل المتوقع من وجهة نظري. وطبعا ندى وليد هي هتبقى هي الليبرو، والتغييرات بقى اللي هتعرف عليها خلال احداث المباراه ان شاء الله. ان شاء الله نامل خير النهارده في ضربه البدايه. كابتن انجي خلينا كده نتكلم، يمكن احنا عاملين الحقيقه موسم اكثر من رائع خلال الفترات الماضيه، وده يعني ان دل على شيء، وشايفين فعلا النتيجه او المجهود في فكره تحقيق الثلاثيه. شايفه ده ممكن يخلق ثقه تساعدنا في البطوله دي، ولا يمكن يبقى خالق اريحيه تبقى ضدنا في هذه البطوله؟ لا، هي المفروض ثقه، بس ثقه يعني مهزوزه شويه، عشان هي البطوله دي بطوله ثقيله طبعا. فاحنا يعني الثلاث بطولات اللي احنا حصلنا عليهم ده بطوله محليه غير البطوله الافريقيه طبعا. بتبقى ثقه للعيبه اللي انا يعني خلصت المهام اللي عليا في مصر يعني، بس المهمه الكبيره اللي احنا اصلا المفروض من اساس بدايتنا اللي احنا بنتمرن عليها هي بطوله افريقيا. ده على مر الاجيال احنا كان هدفنا الاساسي بطوله افريقيا. فده من الحاجات اللي هتبقى خلق عندهم حماس جامد قوي اللي انا عايزه اكسب طبعا البطوله الافريقيه. احنا الاكثر تحقيقا للقب يعني ب10 القاب غير الفرق. بس البطولات عامه بكل مدى بتصعب يعني كل سنه غير السنه اللي قبلها، وعدد الفرق اللي نفسها بتيجي بتبقى اقوى. لا، والحافز السنه دي مختلف عند المختلف طبعا، علشان مؤهله طبعا. فكل ده ضغط نفسي، بس هو المفروض اللي احنا يعني نفسيا المفروض مستعدين لحاجه زي كده، اللي احنا حققين ثلاث بطولات فاحنا مستعدين لحاجه زي كده. بس ده طبعا انا متاكده اللي هم اللعيبه قد المسؤوليه، وهم مضغوطين نفسيا علشان خاطر يادوا اداء كويس واللي هم يفرحوا النادي الاهلي والجمهور، ده اكيد يعني. طيب كابتن محمد، يمكن كابتن انجي اتكلمت عن فكره ان الفولي بول الجزائري يمكن بيتمتعوا بالحقيقه ارسالات قويه، واحنا عندنا يمكن اتكلمنا برضو خلال الفترات الماضيه عن كان عندنا بعض المشكلات في الاستقبال، نقدر نتجنب ده النهارده ازاي في المباراه، خاصه ان انت تطرقت لنقطه مهمه جدا وهي فكره انه فريق مبهم. ده مش شيء ما بيبقاش سهل على اي جهاز فني ان هو يقابل فرقه هو مش عارف التكتيك بتاعها او مش عارف هي بتلعب فولي ازاي. في البنات عموما اي مدرب بيمسك فرق بنات بيركز قوي على موضوع السيرف، لان في البنات السيرف بيجيب نقط كتير جدا، مش علشان ارسال البنات اقوى من الرجال، لا، عشان شبكه البنات اوطى من شبكه الرجال، فزاويه سقوط الكره بتبقى اصعب، فبالتالي الاستقبال بيبقى صعب جدا. مدرسه كابتن ابراهيم نفسه السيرف،
وكابتن ابراهيم ادى حل للموضوع ده لما كان بيتضغط على البنت المحترفه تيتيانا طبعا علشان ما تهاجمش، لان من ضمن ادوات التكتيك اللي بتستخدم ان انا عندي لعيبه مهمه جدا في الفرقه الثانيه بتلعب مركز اربعه، ابدا اضغط عليها بالسيرف علشان ما اديهاش اريحيه في الضرب. فكابتن ابراهيم كان بيحل الكلام ده لما يلاقي فرقه بتضغط على البنت عشان تعطلها شويه، ان هو نزل لعيب ثاني من مركز اثنين يستقبل ويجنبها من الضرب عشان ياخد منها افضل اداء في الضرب. كانت فكره مختلفه شويه نجحت، واللي نجحها اكتر بنت زي ساره امين مش مركزها، لما نزلت لعبت في مركز ثاني اديته بشكل جيد جدا. والميزه كمان ان هي خدت بلوكات مركز اثنين، ده من ضمن مهامه الكبيره ان هو ياخد يبقى بلوكر يعني. فهي خدت بلوكات كتير من المركز، فادت نجحت فكره كابتن ابراهيم، واداته ثقه في تغييره يستخدمها في اوقات مناسبه جدا يحل بيها مشكله السيرف الجامد من اي فرقه ثانيه. فمش هتمثل لنا مشكله كبيره اذا بقوا الثلاثه موجودين في الملعب، يعني دعاء والليبر وساره امين مش هتعمل اي مشكله، سواء بقى بتلعب اربعه بتلعب اثنين، احنا عندنا استقبالنا عالي في الحته دي. طيب دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية ونستكمل حديثنا طبعا في الاستوديو التحليلي الخاص بضربة البداية من بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطايرة سيدات في نسختها الـ 37. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حديثنا وما قبل مباراة النادي الأهلي لسيدات طايرة الأهلي أمام طبعا نصرية شباب بجاية الجزائري في ضربة البداية في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطايرة سيدات في نسختها الـ 37. وزي ما احنا شايفين كده أمامنا على الشاشة عمليات الإحماء بدأت، العمليات الخاصة بالفريقين، فتيات الذهب موجودين في أرض الملعب وأيضا فتيات نادي نصرية شباب بجاية الجزائري. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في ضربة البداية النهاردة، ويمكن النهاردة يوم الحقيقة يعني يوم أهلاوي وفي عدد كبير جدا من التحديات الأهلوية، والحقيقة أن كلها تبقى معانا على شاشة قناة النادي الأهلي والاستوديوهات الخاصة كمان بشاشة قناة النادي الأهلي. ويمكن أنت يا كابتن محمد كنت بتتكلم عن فكرة تغطية النادي الأهلي للمباريات المختلفة بالبطولة، والحقيقة أن أنا يعني أنا يمكن شهادتي مجروحة، ولكن حابين نشكر كل القائمين على شاشة قناة النادي الأهلي للمجهود الحقيقة اللي حصل خلال الفترات الماضية، سواء للحصول على مباريات طبعا يعني البال زي ما احنا شفنا خلال الفترة الماضية، وأيضا المباريات الخاصة جمعها بالبطولة الخاصة بالرجال البطولة الأفريقية وأيضا سيدات. وزي ما أنا كنت بقول قبل ما نتكلم عن عمليات الإحماء، يعني الحقيقة النهاردة عندنا يوم به عدد من التحديات الخاصة بالنادي الأهلي، سواء ضربة البداية لفتيات الذهب طبعا في بطولة أفريقيا للكرة الطايرة، وده هيكون خلاص خلال ربع ساعة من الآن في تمام الساعة 4 مساء. أيضا يعني رجال سلة الأهلي هيواجهوا الأهلي بني غازي في تمام الساعة 8 مساء في خامس جولات مجموعة البال طبعا النهاردة، واللي هتقام على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. وقبلها على طول هيكون على شاشة قناة النادي الأهلي استوديو تحليلي حصري قبل المباراة بنصف ساعة في تمام الساعة 7:30. وأيضا النهاردة بقى يعني المباراة الأهم في مشوار النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم، والأهلي هيواجه مازيمبي النهاردة في إياب نصف نهائي بطولة أفريقيا في تمام الساعة 10 مساء. بنتمنى كل التوفيق ل فرقنا المختلفة بالنادي الأهلي، الحقيقة دايما بيشرفونا، ودايما يعني احنا بالنسبة لنا طول الوقت بنقول ان المركز التاني بالنسبة للتاني الأهلي هو خسارة كبيرة وعمرنا ما بنقبل بيه. فبنتمنى كل التوفيق النهاردة لمختلف الفرق المشاركة سواء فتيات الذهب او ايضا رجال سلة الأهلي او طبعا رجالنا طبعا رجال كرة القدم في مهمتهم في دوري ابطال افريقيا. طيب كابتن محمد خليني اروح لك بقى يعني يمكن قبل ما نبدا المباراه عايزين نتكلم ايضا عن قوه الفرق المشاركه في هذه البطوله، متوقع مين يبقى في سيمي فاينل فاينلز، الاهلي ان شاء الله لو بقى في الفاينل متوقع مين المنافس اللي يكون قدامه ويوصل طبعا في مجموعته للفاينل، ونقابله ان شاء الله لو ربنا كتب طبعا. واكيد ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب النهارده ونشوفهم في الفاينل. تتوقع مين يصل للسيمي فاينل والفاينل؟ ان شاء الله باذن الله انا عدي النهارده، لان عدم الحضور الجماهيري النهارده لان القرعه اتعملت امبارح بالليل متاخر طبعاً. ومش عارفين هنقابل مين، واول مباراه الساعه 4
فالنهارده الحضور مش جماهيري مش عالي، بس اتمنى من اول بكره ان شاء الله او من اول المباراه اللي جايه مع السجون يبقى الحضور بكثافه، لان زي ما اتفقنا البطوله عاليه، بطوله صعبه جدا وبدون الجماهير هتبقى اصعب. اصعب يمكن من بطوله الرجال يا كابتن. اصعب محمد. من اي بطوله مرت قبل كده وصعبه جدا ومؤهله لكاس عالم، فدي ما يعني وهنقول تاني رقم واحد في البطوله دي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى وجود الجماهير مع النادي الاهلي، ان هم دول ورقه الضغط اللي صالحنا على الفرق الثانيه. ان شاء الله طبقا يعني للمجموعات اللي قصادنا هيبقى الاهلي والسجون من المجموعه الاولى باذن الله يعني، وهيطلع من المجموعه الثانيه الزمالك، مجموعته سهله اعتقد هيطلع الزمالك زي ما اتفقنا معاه بلديه بجاية الجزائري، المجموعه الثالثه الانابيب الكيني، و ايا كان بقى مين اللي طالع معاه، المجموعه الرابعه البنك التجاري. احنا طريقنا ان احنا باذن الله ناخد اول ربنا اراد، نقابل تاني مجموعه بتاعت الانابيب ان شاء الله نعديها بسهوله باذن الله، نقابل بعد كده الانابيب الكيني في قبل النهائي. فرقه صعبه جدا طبعا، فرقه واخده قبل كده ست بطولات اللي هي الترتيب الثاني. الناحيه الثانيه الزمالك هيقابل تاني مجموعه البنك التجاري، والبنك التجاري هيقابل تاني مجموعه الزمالك، اعتقد بنسبه كبيره الاثنين هيطلعوا اوائل مجموعاتهم وهيقابلوا بعض في الدور قبل النهائي. النتائج المتوقعه ايه؟ النادي الاهلي مع الانابيب مباراه صعبه جدا 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 خارج التوقعات، هيفرق فيها توفيق ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق الكابتن ابراهيم واللعيبه ان هم ينفذوا التكتيك المناسب ليهم، ودايما فرق الافريقيه دي بالسيرف بالضغط عليهم دول بقى اللي بيبان فيهم قوي مشاكل استقبال الفرق الافريقيه بالذات عكس فرق شمال افريقيا. يعني اهلي زمالك فرق الجزائر مش هتبان المشكله دي، انما فرق افريقيا عموما بالذات الانابيب ضغط السيرف عليهم هيفرق كتير. فماتشاتنا مع سواء ماتش الزمالك مع البنك التجاري او ماتش الاهلي مع الانابيب ان شاء الله ان شاء الله يعني في قبل النهائي، التوفيق مهاره الارسال مع بقيه المهارات الثانيه ووجود الجماهير بتاعه النادي الاهلي هيفرق كتير جدا ان احنا نوصل الفاينل، وان شاء الله هنوصل الفاينل. ماتش الزمالك والبنك التجاري دي الخطوه اللي هتقف قصاد الزمالك ان هو يوصل للنهائي تاني، ان الزمالك مع لقب واحد. لقب وحيد. في حاجه بس انجي قالتها انا عايز ارجع لها، مهم عمال ارجع لكلام انجي ان هو مهم، ان احنا في اقول ايه 20 سنه اللي فاتوا او اكتر كانت اول بطوله تروح السنه اللي فاتت بعد الكاس. ففكره ان انت بتدربي النادي الاهلي انت او اللعيب اللي بيتمرن جوه النادي الاهلي او المدرب من دي وان من اول يوم عمال يفكر في بطوله افريقيا بطوله الدوري والكاس، ما كانش فيها اي تفكير، التفكير كله بطوله افريقيا امتى، المعسكر امتى، هنقابل مين في افريقيا، انما دوري وكاس ابدا. كانت في سنين بتنتهي بدون خساره ولا شوط، ده سنين كتير اكتر من 12 سنه ولا حاجه الدوري كان بيخلص والكاس بدون ولا شوط. فكان اول سنه الموسم اللي فات بعد الازمه اللي اتعرض لها الفريق كده تروح بطوله، فعشان كده دايما التارجت بتاع اللعيب النادي الاهلي بطوله افريقيا. السنه دي كمان التارجت اعلى ان انت طبعا بطوله مؤهله بطوله عالم انديه طبعا. فالزمالك كان بالنسبه له اللقب بتاع الموسم اللي فات علشان يوصل تاني للفاينال ده معاقبه كبيره جدا، هو مجموعه هياخد اول ودور الثمانيه هيعدي، انما ماتش البنك التجاري ده محوري ان هو يوصل النهائي. فان شاء الله باذن الله يبقى طرف النهائي الثاني بقى بغض النظر زمالك او بنك تجاري هيتمنى فرقه من مصر، وبعد كده احنا نتعامل مع بعض بقى ان شاء الله. عامة برضه يا كابتن محمد يمكن الكينيا او اللي هو الناس الافارقه لو عملناهم قوه بقوه احنا هم احسن، هم اقوى، هم احسن، لكن احنا يمكن سنس الذكاء او اللعب ملعب شويه هو ده اللي بيفرق معانا. ما ده يمكن اتكلمنا فيه على فكره طبعا الحمل البدني والمستوى البدني مستويات الحقيقه لا هم قوي هم اقوياء كضرب كقوه او وزب ده هم اقوى، احنا اذكى تاكتكس احنا اذكى. فعامه تلاقينا احنا لو تعاملنا معاهم بنفس السلاح بتاعهم مش هنكسبهم. وفكره الاستقبال اللي انت كنت اتكلمت عليها دي وحشه عندهم جدا 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 جدا، وده سلاحنا في الموضوع. طيب نرجع تاني لارض الملعب وصاله الامير عبد الله الفيصل، وتنضم لنا زميلتنا روزان نصر عشان تطلعنا بقى على اخر الاستعدادات الخاصه بالفريق قبل ضربه البدايه طبعا والمباراه المرتقبه امام ناصريه شباب بجايه الجزائري، واللي خلاص يعني لم يتبقى عليها الا دقائق قليله يعني اقل من 10 دقائق بتفصلنا. اتفضلي يا روزان.
من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، متواجده معاكم لنقل طبعا اجواء ما قبل مباراه الاهلي امام شباب بيجايا الجزائري في بطوله الانديه الافريقيه للكره الطائره سيدات في نسختها طبعا ال37. في استعداد قوي جدا من طبعا فريق النادي الاهلي، يعني كابتن ابراهيم فخر الدين مدير الفني للفريق يمكن اكيد يعني حرص على بعض التعليمات مع الفريق بالكامل وقال لهم يعني بيتم التركيز بشكل قوي جدا امام اي خصم ايا كان الخصم اللي قدامنا هو مين، لازم نركز في هذه البطوله ولازم نحصد كمان لقب هذه البطوله. عمليات الاحماء يا مريم يمكن بدات منذ قليل من خلفي، يعني خليني اقول ان الفريق طبعا في حالة تركيز قوية وكبيرة جدا جدا، مفيش غيابات الحمد لله في الفريق غير مثلا شروق فؤاد اللي عندها يعني كمان عملية في إصبعها، وسما كمان اللي عندها إصابة في ظهرها، يعني خلينا أقول إن الفريق مستعد بشكل قوي جدا وكبير أمام الفريق الجزائري النهاردة. وخلينا طبعا كالعادة كمان نشيد بالنادي الأهلي تنظيمه هذه البطولة، وإن شاء الله يقدروا يحققوا لقب هذه البطولة إن شاء الله يا مريم في أول مباريات النهاردة المجموعة الأولى أمام شباب بيجايا الجزائري. ودي طبعا الأجواء اللي ما قبل المباراة، يعني عودة ليكي مرة تانية. بشكرك جدا طبعا يا روزان، وبنتمنى التوفيق أكيد لفتيات الذهب النهاردة في مهمتهم. كابتن إنجي خليني أتكلم معاكي، يمكن روزان أطلعتنا ويمكن إحنا عارفين يعني منذ أيام قليلة فكرة إصابة شروق وخروجها من السكواد طبعا، وأيضا يمكن إحنا شفنا خلال بقى الفترات الماضية سهيلة بترجع مرة تانية الفريق على الرغم من هي شاركت دقائق قليلة جدا، ولكن في رجوع، شايفة إزاي بقى فكرة غياب شروق وعودة سهيلة مرة تانية؟ طبعا ألف سلامة على شروق، طبعا هي اصابتها اصابه اصلا اصابه شروق اصابه وحشه يعني طبعا بقى لها سنين يمكن اتكلمت عن الموضوع ده، ويمكن في حاجه اساسيه يعني الصباع الاساسي بتاع الرفع نفسه، فده حاجه من الحاجات الوحشه جدا هي مش عارفه تلعب بيها فعلا وبقى لها سنين، فيمكن ده يكون في مصلحتها للسنين الجايه يعني ان شاء الله. سهيله طبعا كويسه جدا، وكاستعداداتها اللي هي ترجع، هي عندها استعداد اللي هي ترجع مع الفرقة، هتفرق مع الفرقة إن شاء الله في حاجات كتير. في أوقات معينة كده الفرقة دايما بتبقى محتاجة تغيير يعني سيستم لعب أو تغيير دماغ فصير، فده ممكن سهيلة تعمله. برضو ليها خبرة برا مصر، فهي برضو شافت حاجات كتير وتعاملت في مواقف كتير، فأكيد ده هتفرق مع الفرقة في حاجات كتير. يمكن سهيلة برضو من مميزاتها شوية يعني اللي هي لعبها مش روتيني أو هو مش متوقع، فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن تفرق معانا احنا كلعيبه يعني كفريق يعني. فطبعا دي من حاجات الكتير اللي ممكن تعملها او تغير سيستم لعب في وقت معين، فده ان شاء الله تعمله سهيله وتقدر تعمله في الفتره الجايه يعني. طيب كابتن محمد، عايز اجي معاك لنقطه يمكن النهارده او احنا في بطوله الرجال، ويمكن هي لا تقارن قوي ببطوله السيدات على ارض الواقع يعني، ولكن احنا شفنا في الماتشات الاولى اغلب الماتشات في مختلف المجموعات بتخلص بسهوله في الاول يعني 3-0، يمكن ما شفناش ماتشات طولت قوي الا بعد ما دخلنا بقى في المراحل النهائيه. النهارده مباراتنا امام بجايا او نصريه شباب بجايا الجزائري، شايف ان هو ممكن يبقى ليه توقعات نخلصه 3-0، ولا ممكن ان هو يطول النهارده خاصه ان احنا قدامنا فريق مش مقري بالكامل بالنسبه لنا، ولا المباريات اللي زي دي بالنسبه ان احنا عندنا البرايورتي او الاولويه ان احنا نكسبها خاصه هي على ارضنا وممكن نخلصها بسهوله جدا، ان هو يبقى 3-0 خاصه ان النادي المنافس هيبقى نازل برضو فكره الهيبه او كمان ان هو عامل حساب ان هو بيلعب على ارض النادي الاهلي واكيد فريق محقق ثلاثيه، ده ممكن يخلي المباراه النهارده تخلص بسهوله 3-0. يعني بالتواصل مع الناس هناك في حوالين الفريق يعني هم دايما البنات عارفين بعضهم، فهم لما شافوا فرق الجزائر يعني مش جايين كاملين قوي يعني في لعيبه كتير بطلت ولعيبه كتير واجيال جديده طالعه مش عارفينهم بالشكل الكافي. دايما ضربه البدايه انا بقول في النادي الاهلي معتمد علينا احنا، فرقه النادي الاهلي فرقه كبيره مش هتفرق معاها مين اللي قصادها لو فرضوا اسلوبهم البدايه، يعني دايما المشكله عندنا احنا، بدانا جامد بدانا بقوه زي ما حصل في
فرقه الرجال النهارده تقريبا فرقه الرجال كل ماتشاتنا 3-0، بس كان المستوى بعيد يعني كان هم افضل. احنا برضو افضل من الفرقه دي. دخلنا بقوه خلاص هناخد الموضوع سهل جدا وبسكور كويس، بس ده هيبقى اخر يوم في الكلام ده. يعني اخر يوم في الكلام ده، اليوم الوحيد اللي اليوم الوحيد اللي فيه الكلام ده، مع ان شاء الله اذا خدنا اول ولعبنا ماتش دور الثمانية. انما ماتش السجون، ماتش قبل النهائي، ماتش النهائي، لا ما فيش حاجه كده. البطوله جامده. خلينا نقول برضو اللي احنا ممكن الفرقه دي بتتقري من يعني من اول جيم، يعني احنا مش بنبقى محتاجين قوي اللي احنا نخش في الماتش اكتر، يعني الماتش اصلا مقري من اول جيم، المفروض بيتقري او هم عارفين ايه السيستم لعبه خلاص. وطالما انت فاضي شخصيتك يعني عليهم الموضوع انتهى. يعني ان شاء الله بنامل خير طبعا لسيدات طايره الاهلي، ان شاء الله نشوف بطوله على قد الحدث يعني. ويمكن احنا فكره تحقيق الثلاثيه اكيد دي بتحملهم مسؤوليه كبيره ان هم يكونوا ابطال الرباعيه طبعا. ويعني هي بطوله صعبه، ولكن الحقيقه فكره ان احنا برضو الاكثر تحقيقا للالقاب دي اكيد هتدينا دفعه قويه. عندنا اكتر من حافز، يعني انا شايفه ده ان احنا عندنا اكتر من حافز، سواء ان احنا 10 القاب فارقين عن الثاني بيمكن 4 القاب، وهو الانابيبي الكيني اللي محقق 6 القاب، فيمكن 4 القاب مش هينه ابدا ان ده يبقى الفرق ما بيننا وبين المركز الثاني او يعني الفريق الانابيبي الكيني. وشايفه برضو حافز فكره ان اكيد عدد كبير من الاجيال او اللاعبات الموجودين في الفرقه اكيد هيبقى عندهم حافز ان هم يشاركوا كمان في كاس العالم للانديه بعد غياب يمكن امبارح كانوا بيتكلموا فيه القرعه. تحديدا بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي اتكلمت عن انه يمكن غياب اكتر من 10 سنوات عن المشاركه في كاس العالم للانديه، فاكيد عندنا اكثر من حافز علشان نكسب البطوله دي. ويمكن كابتن محمد وكابتن انجي اتكلموا عن نقطه مهمه جدا، وهي نقطه الجمهور. يا جماعة احنا شفنا لعيبة النادي الاهلي او الماسترز طبعا رجال طايرة الاهلي اتكلموا عن فكرة ان النهائي فرق معاهم، وكانت بالنسبة لهم مباراة سهلة على الرغم من ان هم كانوا امام مولودية بوسالم وهو اللي محقق اللقب السنة اللي فاتت، ولكن برضو وجود الجمهور فرق معاهم بنسبة 80 او 90%، وده كلامهم ده مش كلامنا. ففكرة وجود الجماهير ده شيء مهم جدا. احنا عندنا مفيش ما يمنع من فكرة وجود الجماهير في طبعا مدرجات النادي الاهلي، دي حاجة مهمة جدا. والتنظيم الحقيقة يعني بيتيح للجميع ان هو يكون موجود في ارض الملعب علشان يشجع. ويا جماعة فعلا البطولة دي صعبة، بطولة مش هينة. يمكن احنا اتكلمنا عن البطولة اللي فاتت، اكيد برضو مش بطولة صعبة، اكيد يعني اي بطولة افريقية ما بتكونش بطولة صعبة، ولكن الحقيقة ان من قبل ما ندخل البطولة الافريقية الخاصة بالسيدات واحنا كنا بنتكلم عن فكرة صعوبتها وعن فكرة صعوبة الفرق المشاركة فيها. بيتمتعوا الحقيقة بمستويات عالية جدا من البدن يعني، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في الاستوديو التحليلي. فبنأمل ان الجماهير تكون موجودة خلال الفترات المقبلة، ويعني ماتش عن ماتش طبعا بيزداد صعوبة، فأكيد وجودكم في المباريات الصعبة هيكون دافع قوي جدا لفتيات الذهب في مشوارهم علشان يحققوا الرباعية الخاصة بيهم. حابب تقول ايه يا كابتن محمد؟ خلاص احنا قدامنا يعني هو انا اتمنى ثواني قليله جدا على انطلاق المباراه. اتمنى النهارده يبداوا بشكل قوي، لان يدوا كمان فرصه ان ده ان اغلب اللعيبه تشارك. يعني دايما المدير الفني لما يلاقي المباراه هاديه بيبدا يدي لعيبه كتير تدوس الملعب كده ويشاركوا وياخدوا اجواء البطوله. ده لو بدأنا جامد. لو بدأنا شوية كده في توتر أو في حاجة كبدايات، دايما المباريات الافتتاحية هتخلي نسبة مشاركة لعيبة كتير في المباراة دي صعبة، خصوصا ان احنا عندنا اصابات يا كابتن محمد وراجعين منها، فاحنا عايزين طبعا طبعا يعني في مثلا عندنا آية راجعة من الإصابة. مين تاني عندنا؟ سهيلة راجعة من الإصابة، شروق اتصابت. خلينا في اللي راجعين من ألف سلامة على شروق طبعا. سهيلة وآية حاجة يعني اتنين مهمين جدا، لأن الثلاث معدين اللي عندك دلوقتي كل معد له شكل غير التاني، فأنت هتحتاج الثلاثة. آية معروفة طول عمرها، هي نجمة الفرقة بقالها فترة طويلة، إصابتها فرق كتير جدا مع الفريق طبعا. فرجوعها برضو كل ما كانت المباراة سهلة ومريحة بيدي برضو للعيب إن هو لما ينزل راجع من إصابة يبقى كويس. فنتمنى النهاردة إن المباراة تبدأ بشكل في تركيز من عندنا، يدي فرصه للكابتن ابراهيم، يدي فرص للناس ان هي تبدا تشارك في البطوله،
لان بعد كده زي ما قلنا الدنيا صعبه. هبعيد تاني على كلامك موضوع الجماهير، لان البطوله دي من غير جماهير او الحضور لازم المدرجات دي تبقى مليانه ان شاء الله باذن الله، بدايه من المباراه اللي جايه لحد النهائي. ما فيهاش هزار، وده الدعم الاول للنادي الاهلي، ومن غيره الدنيا هتبقى صعبه جدا. فان شاء الله احنا ثقتنا فيهم كبيره ان هم يكونوا موجودين، وهم كمان حقق ثقتهم فينا ان احنا ناخد البطوله دي باذن الله. ان شاء الله. كابتن انجي، يمكن احنا اتكلمنا عن عوده الاصابات عندنا برضو، يمكن يعني لاعبات بيشاركوا في سيزون جديد للنادي الاهلي. احنا هنا بنتكلم عن ندى حمدي، مظبوط، عندنا كمان ميار، عدد من اللاعبات احنا شفنا الحقيقه ان هم قدروا يثبتوا نفسهم بدايه من سيزن او منذ يعني انضمامهم لصفوف فتيات الذهب. شايفه الرهان عليهم ازاي النهارده، خاصه ان هم للمره الاولى بيشاركوا في البطوله الافريقيه يعني في صفوف النادي الاهلي. خلينا نقول اللعيبه كلها الجديده اللي دخلت في وسطنا، محدش بيحس بـ 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 يعني اللي هم بعيد عن النادي الاهلي، كل اللي بيخش النادي الاهلي بيحس اللي هو جوه، من جوه النادي الاهلي طبعا. فطبعا ده حاجه من الحاجات اللي بتبقى مريحه اللعيب جدا جدا بالظبط، يعني يبدا يلعب لعبه ويبدا يشوف النادي ماشي ازاي وبيحاول يمشي على نفس الخطه بتاعه. فهي السيستم طبعا، هي منظومه من زمان جدا معموله، فهي المنظومه دي اي حد بينضم ليها بيبقى جزء منها، فبالتالي بيبدا يشتغل فيها. فكل اللعيبه اللي داخله على الفرقه جديده بتبقى مؤهله نفسيا، اللي احنا داخلين نادي بطولات، نادي ما فيهوش هزار، نادي فيه تمرين كل التمرين الجد، حماسيين، فده طبعا بتفرق معاهم كلعب وكاداء يعني. كلهم لعيبه كويسه جدا، كلهم شايلين مسؤوليه كبيره. الاصابات بس اللي عندنا دي بس الحمد لله. بس هنتكلم كابتن انجي تحديدا عن الصفقات الجديده او اللي انضموا حديثا النهارده، مراكزهم اكيد هيبقى عليها رهان كبير. طبعا طبعا، يعني احنا يعني اكتر حد منضم جديد ندى حمدي. يعني يعني هي طبعا لعيبه كويسه جدا وجايه من نادي الصيد، ولاعيبه معروفه يعني بتلعب في مركز التنينات. ده هتفرق مع الفريق طبعا. هي يعني طويله، بلوكها كويس، ده كل ده مع الناس اللي معاها الخبره بتاعتها هتبدا تنتمي يعني للنادي الاهلي، او هي اوريدي انتمت للنادي الاهلي، فخلاص ده كله هيفرق معانا ان شاء الله في اللي جاي. مع طبعا الناس اللي عندنا اللي هي الناس الخبره اللي عندنا القدام، ده كل ده هيفرق معانا ان شاء الله. اعتقد يعني ده الحاجات الضروريه اللي احنا نبدا نشتغل عليها، بس اللي هي الحته اللي احنا بس نبدا نركز من اول ضربه البدايه، نبدا من الاول الماتش نبدا نشوف الحاجات الاساسيه اللي احنا نبدا نركز عليها. هي دي الحاجات اللي احنا نبدا بس ان شاء الله نشوفها علشان خاطر نمشي بيها كويس ان شاء الله. كابتن محمد، في نقطه مهمه، يمكن احنا يعني كفريق بالسكواد بتاعه هو متفوق على نادي الزمالك بشكل كبير، بس شفنا في جيم 2 تحديدا في النهائي الدوري احنا يعني ما كناش موفقين في الجيم دي، على الرغم من احنا اللي احسن، بس كان في بعض الاخطاء البسيطه اللي خلتنا ان احنا نخسر الجيم ده. مهم جدا ان احنا ما نقعش في الفخ ده النهارده، خاصه ان احنا كان عندنا فرصه طبعا بيست اوف 3 ان احنا نعوض ده ونعوضه. طبعا شفنا اداء الحقيقه كبير جدا، وده اللي يبين ان احنا الفريق الاحسن، بس احنا ما كناش في الفورمه في جيم 2، مش موفقين اليوم. بالظبط، ولكن احنا شفنا يعني اداء اللي هو ما كانش ينفع ان احنا نخسر جيم 2 حتى امام نادي الزمالك. الاخطاء اللي حصلت في الجيم ده واللي احنا ما فيهاش بقى هزار امام الفرق دي، يعني هم اكيد اقوى من فريق الزمالك، الاخطاء اللي احنا لازم نتفاداها واللي حصلت في الجيم ده. هو اوريدي اتعدلت كل حاجه تمت في الجيم بتاع جيم 2، انا قعدت معاكي في النهائي في جيم 3، وجينا بعد كده في نهائي الكاس كل الكلام ده اتعدل، كابتن ابراهيم عدله جدا. كنا بنتكلم ان في كان الهجوم النص الملعب ما كانش فعال، كان لعيب مركز 6 اللي في الخط الخلفي ما كانش بيشارك في الهجوم، لا مشاركه فعليه ولا حتى كان بيبدا يشارك عن طريق يحط نفسه في وضع ضرب.
اعتماد كانت على لعيبه واحده، ما هو ما كانوا كلهم واقفين ما كانوش بيتحركوا، زاد كمان عليها ان كان الاعتماد على لعيبه واحده، فرغبه اللاعب ان هو يحط نفسه في موقف هجوم ما كانش موجود. كابتن ابراهيم عدل كل الكلام ده. الجيم اللي بعديه ضرب من نص الملعب كتير، بقى لعيب سته يضرب واداله كتير من نص الملعب، حتى كان جاب تيتيانا حطها في سته، ما بقاش يوديها مركز واحد. وفعل الكلام ده حتى في مباراة النهائية بتاعت كاس مصر اللي كانت قدام الشمس، طبق نفس الكلام. فالمشاكل دي احنا كنا قلنا ان هي مش هتتكرر تاني، هو كان يوم استثنائي، دي حقيقة يوم استثنائي، حتى النتيجة استثنائية، ما ينفعش ابقى كسبان 3-0 واخسر 3-0 عمرها ما، وكسبت بعد كده 3-0، فهو كان يوم استثنائي. الكلام ده مش هيتم في فرق التركيز. حتى انت كسبتي الزمالك 3-0 في المباراة الأولى، نزل المباراة الثانية بمنتهى الهدوء والثقة، خسرتي، اتعلمت منها، مش هتكرر تاني. بطوله افريقيا غير، واللعيبه عمرها ما هتفكر بالطريقه دي، ولا كل لعيب في بطوله افريقيا بيبذل اقصى جهد عنده، وان شاء الله ربنا يكلنا بالنجاح باذن الله، وتبقى بدايه موفقه النهارده وبقيه البطوله باذن نقطة الله. نقطه مهمه قوي يا كابتن محمد اتكلمت فيها، وهي نقطه الهدوء. الهدوء الحقيقه بيفرق مع الفرق بشكل كبير جدا، وده اللي اتكلم فيه كمان رجال طايره الاهلي، خاصه في مباراتهم الاخيره امام مولوديه بوسالم. خاصه يعني حتى انا كان ليا حديث مع فرناندو مونزو، هو اتكلم انه الفريق او مولوديه بوسالم معروف ان هو فريق بيضغط، ولكن الهدوء فرق مع فريق النادي الاهلي في المباراه دي. احنا بينطبق علينا نفس الكلام، فتيات الذهب بينطبق عليهم نفس الكلام. احنا طبعا عارفين ان كابتن ابراهيم بجهازه الفني يعني بيتمتعوا بهدوء كبير جدا، ده هيفرق معنا. يعني هو احنا مش هتلحق ترد على النقطه دي يا كابتن انجي، احنا دلوقتي طبعا هنروح لصاله الامير عبد الله الفيصل طبعا، وضربه البدايه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه للانديه للكره الطايره سيدات. فالى هناك طبعا، ومعلقنا كابتن مروان صالح.